قلنا في قول الشافعي في المهذب إن علم وأخر الطلب إن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة، يعني إن كان العذر الذي شغله عن المطالبة لم تسقط الشفاعة، لكن إن لم يكن فإنها تسقط الشفاعة ولا يقطعها طول الغيبة وإنما يقطعها أن يعلم فأتركه. وهذا كما قال إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذورا بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس كما قال المصنف. طيب وله ثلاث أحوال، قلنا الحال الأولى أن يقدر على الترك، فإن وكل كان على حق من الشفعة، بل لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان على شفعته، لأن من ثبت له حق فله الخيار في استفائه بنفسه أو بوكيله. وقلنا هذا في أدلة من الكتاب والسنة، نريد منكم الدليل. ما في أحد أتى بدليل؟ في؟ سلف أتى بالدليل العام. النبي أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري شاة، ووكل النبي حكيم بن حزام بالأضحية. ممتاز ممتاز، أتى بكل الأدلة. نعم، فبس هذه استخلاف دون الوكالة، يعني هذا استخلاف نعم. هو وكالة أيضا علي بن أبي طالب عندما نحر، ما دمنا في الحج عندما نحر فهذه وكالة. نحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شراء عروة البارقي في شراء في الأضحية كانت وكالة، وطبعا أتى بها سلفي، فسلفي أتى بكل هذه الأدلة. والآن نعم ظهرت الآن الكتابة تظهر. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي قد وقد، لا يقال في هذا الوكالة، هذا تكليف وليس وكالة. ممتاز، الأدلة العامة التي أتيتم بها كلها أدلة صحيحة، أريد دليلا خاصا. ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا. بس هو أنا الآن نتكلم على الوكيل الذي يستوفي به. يستدل بذلك في الدليل الخاص، واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، لأنه منوط بالأصيل هو ولي الأمر، فوكل غيره أن يقوم به. قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هناك دليل آخر، ماذا أفعل معكم؟ عمال الصدقاء ينزلون منزلة الوكيل في القبض، أبو هريرة كان كذلك ما شاء الله. أيضا أخونا أبو الوليد يقول سليمان عليه السلام عندما بعث الهدهد. ممتاز، أجلسني جنبك لأنه الحر عندي، عملت البلا لا بجانبك المنديل وقع، الله يرضى عنك شيء. بس هنا ممتاز، يبقى إذن من جاز له الاستفاء بنفسه جاز له أن يستوفي بوكيله. وهل إذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا وشرطا في بقاء شفعته أم لا؟ صورة المسألة، هو يعجز أن يطلب، حدث معه حادث، هو في مستشفى، هو في أمر يمنعه من أن يطلب. ممتاز، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهلي. ممتاز، أنا ده ممتاز، أهل الجزائر رفيق غير موجود، مش عارف هو موجود أم لا، لأنه دايما أيضا يجيب ما أجاب. وسلفي الحمد لله أجاب المشاركات وإن كانت بس شديدة. أيضا هذا النبي كله كان وكيل من يذهب لحكام البلاد، نعم ممتاز. وأيضا الأخت فاضلة أتت بآت وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، فأيضا إجابات جيدة، جيد ممتازين. لكن الصورة الأخرى أنه عجز عن الطلب بنفسه، يعني هنا له الشفعة وعجز عن الطلب بنفسه، وكل معاذ. نعم ممتاز، تاج الوقار ممتاز.
فعجز بنفسه لكنه يستطيع أن يوكل، فهل توكيله للطلب واجب وشرطا في بقاء الشفعة أم لا؟ فهمتم المسألة؟ أيضا أذكر ربك، ممتاز، جزاكم الله خيرا، كده إجابات ممتازة ممتازة. طب افهموا هذه الصورة، زيد في المستشفى لا يستطيع أن يطلب الشفعة وله حق الشفعة، لكنه يستطيع أن يوكل عمرا أن يكون وكيلا في المطالبة بالشفعة، فهل هنا الوكالة صارت واجبة وشرطا في بقاء الشفعة أم لا؟ يعني لما نبحث هذه المسألة؟ نبحث هذه المسألة حتى نقول هل له عذر لا تسقط به شفعة أو ليس له عذر، وقلنا هو قد تأخر عن الطلب فسقطت الشفعة، وهذا كله في دائرة من؟ دائرة الوكيل، هذا كله في دائرة الوكيل. أرجو أن تكون المسألة واضحة الآن. ممتاز، يعني انهارت علينا إجاباته الآن إن شاء الله وانهالت. ديت بس أنا أجيبوني، فهمتم تصويري المسألة التي سنتكلم عنها الآن أم لا؟ لأن فيها في المذهب ثلاثة أوجه. فهمتم صورة المسألة؟ زيد في العيان في العناية المركزة لا يستطيع أبدا أن يخرج منها ولا أن يطالب بالشفعة وله الشفعة، لكنه كان زائرا، كان عمرو زائرا له، ويستطيع أن يكتب له ورقة أنت وكيلي في الطلب، في طلب الشفعة. فالصورة هنا، هل هنا الوكالة صارت واجبة وصارت شرطا في بقاء شفعته أم لا؟ يعني إن لم يوكل تسقط الشفعة ويكون مختارا لسقوط الشفعة أم لا؟ هذه المسألة. طيب الحمد لله قال الجميع قالوا فهمنا، ممتاز. فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو قول أبي حامد المروزي في جامعه إن التوكيل واجب عليه بعوض وغير عوض لكونه قادرا به على الطلب. نحن قلنا ما دامت الشفعة على الفورية إذن وجب له، وجب عليه أن يطلب، فإن لم يطلب سقطت شفعته. هنا الآن احنا كما قلنا إذا استطاع أن يستوفي بنفسه فله أن يستوفي بإيش؟ بوكيله. إذا استطاع أن يستوفي بنفسه فله أن يستوفي بوكيله. فإذا قلنا هنا الآن لم يستطع لم تسقط، وإن استطاع ولم يفعل سقطت، فنقول هنا إذا كان الأمر متعدي منه على وكيله فصارت الوكالة هنا واجبة وصارت شرطا لصحة لبقاء الشفعة. والمعنى لما جاءه عمرو إن لم يكتب له الورقة وقال له أنت وكيلي في طلب الشفعة سقطت الشفعة. لما سقطت؟ لأنه في هذه الحالة نقول قد راضي بالبيع، ولأنه لم يطالب وكان يستطيع المطالبة بوكيله فلم يوكل، دل ذلك على الرضا فسقطت عنه الشفعة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو قول أبي علي الطبري في إفصاحه إن التوكيل غير واجب عليه بعوض وبغير عوض، لأن بذل العوض التزام غرم وهو غير مطالب بذلك. هذا حق، وطبعا هذا الكلام فيه وجاهة. ليش؟ لأن هذا الحق أحقاه له الشرع، الجار حق سقبي، الجار حق بالشفعة، فهو الشرع أعطاه الحق بذلك، فلما يغرم حتى يصل إلى حقه؟ نقول له لا يلزمك أن تغرم، ولكن يلزمك أن تطالب بما استطعت به المطالبة، هذا الذي يلزمك، مفهوم؟ وهذه وجهة النظر لأبي علي. الوجه الثالث هو قول بعض المتأخرين إن وجد متطوعا بالوكالة وجب عليه التوكيل لأنه يستطيع به أن يطالب بذلك لقدرته على الطلب من غير ضرر، وإلا ما يرد إلا مستعجلا، مستعجل الطالب الجعالة، مستعجلا يعني رجل يريد ورق، يريد الجعالة، لم يجب عليه التوكيل لما فيه من التزامات زيادة الثمن، فعلى هذا انقيل بوجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل، وانقيل أنها غير واجبة كان على شفعته. والحق أن الوجه الثالث هنا تخريج للوجهين، يعني الوجه الثالث هذا هو ليس جديد، بل هو تخريج للوجهين. الوجه الأول قال بطل الشفاعة إن لم يوكل لأنه يستطيع المطالبة بالتوكيل، فإن لم يوكل علينا أنه لا يريد سقطت شفاعته ويجب عليه التوكيل حتى لو زاد غرما. الوجه الثاني قال إن استطاع أن يطالب دون أن يغرم فله، يعني يجب، وإلا فلا، وهذا القول أنا أتبناه، هذا الوجه. يعني الوجه الثالث هو وجامع بين الاثنين، قال إن استطاع أن يوكل بلا غرم وجب عليه التوكيل
وإلا سقط المطالبة، هذا حق. فإن لم يستطع إلا بغرم يعني دي جعالة يبقى وكالة بمال لا يجب، لأن في الإيجاب عليه زيادة الثمن يدفعه. ويبقى إذا يبقى إحنا ماذا فعلنا؟ غرمناه أكثر، يعني جعلناه يدفع أكثر من ثمن الشفعة اللي هو الشرع حق أعطاه حقا بها. فأصبح الآن تضرر، وقع عليه الضرر. والأصل أننا قلنا الشرع جاء لإزالة إيه؟ لإزالة الضرر. الأصل أننا قلنا أن الشرع جاء لإزالة الضرر. نعم. نمشي لسه في الحالة الثانية ولا نكتفي بهذه الحالة وخلاص؟ نكتفي بهذه الحالة ونمشي. ها شوفي في اسئله، في حاجه في اسئله كده على طول. لا مش قافل، هنمشي مع الساحل البخاري ناخدوها نمشي. طيب لو في اسئله اتفضلوا، هنوقف عند هذه الحاله. ولو في اسئله اتفضلوا حتى ننتقل الى صحيح البخاري، مع ان احنا عندنا الحاله الثانيه. ما نقدر هناخذ الحاله الثانيه وبعدين نتوكل على الله. الحاله الثانيه ان يعجز عن التوكيل ويقدر على الاشهاد بالطلب، يعني يشهد على الطلب، يقول انا طلبت كذا ويشهد على ذلك، فالشهاده تنزل منزله الوكيل. فعند ابو حنيفه ان الاشهاد شرط في استحقاق الشفعه مع القدره على الطلب ومع العجز عنه، وانه متى لم يشهد مع مكنته من الاشهاد بطلب الشفعه. وعند شافعي أن الإشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب، لأن الإشهاد إنما يراد ليكون بينة له على إرادة الطلب، فاستغنى بظهوره عن الطلب. يعني هو إذا أشهد يقول طب أو الشهود يشهدون إن أنا طلبت بإيه؟ بالشفعة، أريد إن أنا أريد الشفعة. فأما وجوب الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان، يبقى وجوب الإشهاد مع القدرة أبو حنيفة قال به يجب، أنزل منزلة الوكالة. وقالوا لأنه لا بد أن يطالب حتى نعم هو راضي أم لا. الشافعي قال إذا نظرنا إلى الشفعة إلى الإشهاد، هل هو نزل منزلة الوكالة أو المطالبة؟ لا ما نزلش، كل اللي فيها أنه أراد أن يبين بينا أنا كنت أريد. لما يحدث المسألة ترفع للقاضي يقول له أنا كنت أريد أطالب وشغلني شاغل وفعل وفعل وعندي الشهود أشاهدوا على ذلك توثيق. فقال مثل ذلك لا يكون واجبا، وهذا الحق، مثل ذلك لا يكون واجبا ولا يكون فضلا ان يكون شرطا في صحه الايه الشفاعه او الشفعه. نعم. اما بالنسبه لوجوب الاشهاد مع العجز، يعني عجز عن الطلب، هنا الاولى كانت مع القدره انه يطالب. نعم، مع العجز عن الطلب فقولان، احدهما وضع نص شفع ان الاشهاد ليس بواجب ايضا، وهو شفته ان ترك القادر على الطلب. والقول الثاني الإشهاد وارد وتركه مبطل الشفعة. والفرق بين القادر على الطلب والعاجز هو أنه عنه أن ظهور الطلب من القادر عليه يغني عن الإخبار بمراده، والعاجز عنه قد يحتمل أن يكون إمساكه تركا للشفعة، ويحتمل أن يكون قصدا للطلب مع المكنة، فافتقر نفي الاحتمال في الإخبار عن مراده بالإشهاد. يعني حتى نقول أنه قرينة ظاهرة تثبت المراد مطالبة أو عدم مطالبة، فعلى هذا يجب أن يشهد ويكون بينة وتكون بينة يعني كاملة عند الحاكم، الشهادة تكون بينة كاملة عند الحاكم، وهو أن يشهد شاهدين عدلين أو شاهدا أو امرأتين. فإن أشهد شاهدا واحدا يبقى إحنا قلنا البينات ثلاثة، بشاهدي عدل، بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين، لقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الأموال بشاهد ويمين. ليحلف معه لم يجز، لأن من الحكام من لم يحكم بالشاهد واليمين فلم يصل مستوثقا لنفسه بالإشهاد. ولو أشهد عبدا أو صبيانا أو فساقا لم يجزه، لأنه لا يعتبر شهادة هؤلاء. أبو حنيفة قال يخرجهم به شهادهم، لأنه قد ينعتق العبيد ويرشد الفاسق ويبلغ الصبيان، وهذا خطأ مبين. يعني هو اعتمد شهادة من؟ اعتمد من لم يعتبره الشرع كالفاسق كالعبد الذي ليس له يعني سلطة على شيء، والصبي أيضا الذي هو ناقص الأهلية. المقصود الشهادة والأداء، فلا ينفع إشهاد من لا صح منه الأداء، وليس ما ذكره من جواز انتقالهم
من أحوالهم التي يمنعون فيها بالشهادة على أحوال أخرى. فهذا خطأ بين، والراجح هو قول الشافعية في هذا الباب. والحالة الثالثة إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى صاحب. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.